أنا حبيبي بشكرك، وأنا عارف يعني مع احترامي لحضرتك أكيد هيسمع ناس كتير الحوار ده. أنا لو كنت عايز أقوله إن قبل ما نتهم حد إن ده بيقول ما تاكلوش لحمة وما تتجوزوش وكنيسة، كل إنسان النطاق حتى على المستوى الفكري بقينا أطفال، بقينا أطفال، إحنا محصورين. اللي قاعد في الصعيد في أسيوط ولا سوهاج، العالم كله هو أسيوط هو سوهاج، ما فيش، قالوا لنا في مدرسة الأحد يعني كل الطوائف هيروحوا في مكان مش منور عتنا. اللي أنا عايز أقوله أي حد في أي كنيسة في لبنان أرمن، يعني الناس مش دريانة بحاجة، في البرازيل، خليه في الكنيسة اللي هو فيها. هو الموضوع المبنى، الناس بتقول لي ده الشخص ده اللي اسمه يعني بيمنع الناس وبيحرض. ابقى زي ما تبقى في أي مكان، بس من غير ما تبقى فاهم الهدف، ومن غير ما تطلب من إلهك، ومن غير ما تعرف إن الله بس اللي خلقك هو اللي يختن عقلك وهو اللي يفهمك الهدف. أي إنسان قبل ما يحكم يسأل نفسه فعلا، طيب الكتاب هل فاهم الأساسيات، القوانين والأساسيات؟ يعني ختان القلب والروح، يعني إيه؟ يعني إيه معمودية؟ هل عارف يعني إيه معمودية؟ يعني إيه هي الموضوع ووتر مية؟ لما المسيح بيقول من لا يولد من ماء والروح، هل قصده مية الحنفية؟ حتى لو صلت عليها العذراء ويوحنا عدنوا إليه، هل قصده كده؟ ولا هي حياة؟ أيوة الكتاب بيقول لا يمنع الماء، بس إيه هي الحياة؟ إيه هو الطريق؟ طب الحكاية من البداية، الشر دخل منين؟ وهل لما ربنا قايل لنا في أشعيا إن سطنائيل زهرة الصبح سقط، قصده إيه؟ أنا مش دعوة بزهرة الصبح ولا بالعصافير ولا بالملائكة ولا الشرافين والسرافين ولا الكروب، أنا مش دعوة بحاجة، أنا ليه دعوة بكلمة الله بتقول لي إيه؟ إن لما كائن مخلوق قال ارتفع فوق العلي، ده بداية الخراب، ما كانش فيه جسد. ولما آدم ما فهمش إن المفروض يطيع الإله لأنه هو الراس، اتفتحت عينيه وفقد الحالة اللي كان ربنا عايزها تبدأ وتبتدي تنمو، كان عايزه يبقى عضو فيه. يعني اللي فهم الكتاب المقدس فهم الهدف من الخلق ده. الناس عاشت وماتت ما عندهمش غير يا انت أرثوذكسي يا مش أرثوذكسي، والخراب جاي. ابقى زي ما تبقى. الغريبة الفصام يا ابويا غريب. انا في كنيسة انبا كراسو وانا مش فاهم هو اصلا يعني امير ايطالي جه وجه ليه، ومش فاهم كان عايش ازاي، ما كانش فيه ترتيب. يا ناس احنا عندنا العالم كله تحت فصام غريب. ابقى في كل كنيسة، ابقى زي ما تبقى، دي ابديتك انت. العذراء ويوحنا عادنا بجيب امثلة، وإلي النبي مش هينفعوك. إن كنت أرثوذكسي أكيد بالنسبة لك حاجة كبيرة، أو العذراء هي فعلا ست الكل ومثال، جايب لنا مثال، ويوحنا عدن مثال، اخرجوا وانظروا، بس مش هينفعني، مش هينفعني. حتى المسيح وخلاصه وعمله ما نفعش اليهود، في إيه تاني يتقال؟ شكلك بروستانت. الله الخالق وعمله وتجسده في الابن وعمله، مش هينفع حد لو ما طلبش نور الله ليه هو شخصيا. فهي المشكلة إن الناس بتمسك، يعني الشيطان بيخلي الناس تمسك حاجة وتقول ده بيقول للناس ما تتجوزوش. فين الحكاية يا ناس؟ أصل الحكاية الله خلق الإنسان ليه؟ المرض جاي مني إيه الموضوع؟ الموضوع المسيح قال للمرأة السامرية لا، يا امرأة صدقيني، لا في هذا الجبل ولا في أورشليم. الله روح، وهو المثال اللي ورهن، اللي كل الأباء اللي مكتوب عنهم في عبرانيين تائهين، تاهوا. اللي أنا سألت السؤال ده الناس كتير محدش جوابني، تاهوا ليه؟ والمفروض أنا أعمل إيه؟ إيه الحكاية؟ يتوهوا ليه؟ ليه المسيح أخرجوا لوح البرية؟
أنا هتحسب يوم الدينونة العظيم. يعني فعلا سألت رهبان كبار جدا وفعلا ملائكة في دير الأنبا صمويل، أبونا نستاس، وناس كتير في دير الأنبا، أنبا أنطونيوس، أبونا بخوم، ومش عارف مين، وأبونا متى المسكين. قلت لهم لما هربوا دول هربوا إيه اللي فهموه؟ أنا نفسي أفهم اللي فهموه. وليه المسيح أخرج الروح البرية وما عملش كنيسة؟ ليه المسيح ما عملش مبنى كنيسة ورتب وبعد القيامة عمل تناول؟ ما حدش جاوبنا على الأسئلة دي. ليه صراع بولس الرسول ده؟ حتى أبونا متى المسكين قلت له يعني ده إزاي بعد 10 سنين بيقول إن أنا مش عارف بعمل إيه؟ ليه؟ وبعدين ليه المولودين من النساء؟ ليه ما قالش المولودين من الرجال؟ نسل المرأة ليه ما يبقاش نسل الراجل؟ ما حدش جاوبني على إن الإنسان فيه صراع هيبتدي لما زي ورهونا في القديس بولس، حتى بعد ما اتفك من ربطة الأب وبعد ما اتولد ولادة جديدة صحيح هيظل بس جسدي جاهد بقى 20-30-50 سنة، المهم فترة طويلة، هو صحيح بقي ما بقاش تابع لأبوه، ما بقاش الجينات الوراثية خلاص، بقيت الله هو الجينات الوراثية، بس هيظل صراع مستمر، هيبقى من مولودين النساء بس صراع مستمر. الحرب اللي مستمرة مع أن الله قدني، لكن أنا زي جنين جوه بطن الجسد لسه متحكم فيا. احنا في مصيبة، يعني هيقعد فترة يعترف ويروح قداس، القداس ده عشان لغي السلبيات، يساعدني في لغي السلبيات، وده مش غلط وأنا محتاجه. الموضوع أن احنا مش فاهمين الحكاية. الخطية دخلت لما آدم قطع حد تاني، اتفك من قيادة الله، تبعيته لله، اتفك من سلطان الله، بقي حسب ظهر هذا العالم عشان ارجع تاني. هو ده الطريق. فيما انا في الكنيسة الكاثوليكية ولا الله خلقني في فرنسا انجليكانية، ابقى زي ما تبقى، بس افهم في طريق، نقطة من النقطة اللي انت فيها عشان توصل تبقى مسيح تاني، في طريق جهاد، والجهاد ده في حرب، والحرب ده ربنا ورانا الأمثلة، عيسى ويعقوب والأمثلة الكتيرة، هارون وموسى، أنا أتبع مين، وفي مراحل، في عرض وطول وعمق وعلو، أنا بطلع من إنجيل وأدخل في إنجيل، في نور وفي مزود وفي مجوس، والنور النجم أمشي وراء، مش قصص تاريخية. عايز تفهم اطلب من الله، مش عايز برضو براحتك، وقول زي ما تقول ده اللي هو ويتعمل. وابونا داود لما عمل لقاءات اللي اسمه ده هاني مش تبع بعدين، يعني حتى العقل يا ناس، حتى على المستوى العقلي، يعني نبقى عاقلين بلاش نبقى روحيين. هاو بعدين تعملت اللقاءات، الله خلقني ليه، انت وصلت لإيه؟ يوحنا المعمدان، نرجع تاني، وإليا، مش أبونا داود، كل الناس طبعا حزقهم فوق رأسنا، ما حدش هينفعني. الموضوع أن أنا أطلب من الله، لأن سيصير الجميع متعلمين من الله. أنا كلمة الله هي الدستور والقانون الوحيد، مش حكاية أنها الدنيا وهي اللي هتحاسبني كلمة الله بس، لا، ده الدستور الوحيد. يعني مع احترام لأبونا داود اللي قاله ضد الإنجيل في 10 حاجات أو في 20 حاجة، مش حاجة ولا 2 ولا 3، يعني خد بال حضرتك، في عشرات الحاجات. المرجع الأول والأساسي مش الإنجيل، لا، كلمة الله يا ابونا داود، ولسه ما جاش الوقت إن نرد ده، أنا بس بقول يعني بالمناسبة كلمة الله، بالمناسبة يعني بنقول، أنا بقول الحقيقة اللي تعلمتها بالمناسبة في وسط الكلام، لا، كلمة الله بيقول سيصير الجميع متعلمين من الله. كلمة الله بيقول إن المسحة اللي هو العمل الخاص مع كل إنسان، عمل الله معاه زي ما عمل مع السامرية وعمل مع أهل نينوى وعمل مع أخنوخ، ده اسمه المسحة، يعني عمل الخاص، عمل الروح مع الشخص نفسه. هو بيقول الكتاب ستعلمكم كل شيء، ودي آية في العهد الجديد، ولا تحتاجوا إلى معلم، وقبليها الآية اللي قبليها لا يضلكم أحد. ليه؟ لأن الله مش ظالم. افرض زمن من الأزمنة ودولة من الدول طائفة من الطوائف ما فيش حد يعبد الله، ازاي المرجع الاول الكتاب، مش الكتاب المقدس، لا، الكنيسه وابونا. ما في بلاد مر عليها ازمنه يا ابونا داود لمعي،
ما كانش فيها لا كنيسة ولا في رعاه منقادين بالروح، وظلت في بلاد كتيرة جدا، وفي اللي مولودين في الصين، وفي اللي مولودين مش عارف في الهند وباكستان، وناس كتيرة وفي أفريقيا. أنا بتكلم مش في الزمن ده، الأزمنة كلها اللي فاتت مرت مئات مئات وألاف السنين على بعض دول وعلى بعض بلاد ما فيهاش رجال الله، ما فيهاش ناس في الروح. نقول لهم المرجع الأول أبونا ما ينفعش، وهيبقى كده الله ظالم يا أبونا داود. لازم يكون أمس واليوم للأبد اللي عمل مع أخنوخ وراح للسامرية هو هو. فالموضوع أن الإنسان نفسه يطلب من الله، لأنه مش هينفع يوحنا العدان. دي بقى ده اللي ما جاوبه ليش الرهبان الكبار اللي كنت بلف في درام بصمويل، أن ما ينفعش حتى يوحنا العدان يفتح ذهني، ما ينفعش يوحنا العمدان يقنعني. والخطوة اللي بعديها وهي الأهم، وده إنجيل مرقس ما حدش قال لنا الكلام ده، اللي هو ذبيحة العجل، إن هو اللي هيبتدي يتولد جوايا، هو اللي هيبتدي يتولد جوايا بقيادته هو بس. مش هينفع يتدخل يوحنا المعمدان. فالموضوع ان عايز انسان صادق يطلب من ربنا، مش حكايه طائفه وده بيسيب الكنيسه. ايه هي الكنيسه؟ ده بيخلي الناس متراشي ما روحش للطائفه. ايه هي الطائفه وايه هي الكنيسه؟ مبنى العالم قرب ينتهي واحنا بنهزر. الموضوع في الشخص نفسه، المسيح هو بس الطريق، اللي هو من نقطة السقوط اللي وصلت فيها آدم لأنه رفض قيادة روح الله، فصار عبد يحيى ويتحرك ويوجد زي عضو في رئيس العالم. إزاي نتحرر من العضوية دي؟ وإزاي أموت؟ وإزاي أتفك فكاكي زي في سفر العود؟ إزاي يفكني الله؟ إزاي يحررني؟ إن كان أقدس قديس صرخ لأن هظل لسه مربوط. فهو الطريق اللي ربنا هيقودني بنفسه بروحه، كل يوم في فكاك بتفك 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 لغاية لما أتحرر. فالمرض والخراب جم لعدم طلب النور، طلب فهم، طلب آدم النور وأولاد آدم طلبوا أن يعرفوا إزاي العضوية. الله خلقنا عشان نبقى عضويتنا الروحية فيه، احنا بقينا أعضاء بنحيا نتحرك بأجساد بالتراب على بطنك 90، بقينا بنسعى. والطريق هو إزاي أتحرر من العبودية دي، وهو ده هدف التجسد من أوله لآخره. ما طلبش آدم وناس كتير يعرفوا فكرة الله والهدف وإزاي دخل المال، ما طلبوش، لكن اكتفوا بفكر البابا قال. ده ضد الحكمة. لو الله ساب العالم كله بفكر إنسان، أيوة، ما أي إنسان ليه فكر، مش شرط وصره القداسة والكمال. بابا كلوجس كان ليه فكرة، أبونا متى المسكين اللي كان ليه فكرة. هنقعد كل واحد، ده ضد الحكمة والحق والعدل، وإن الله يسيبنا كده يعني. وفكرة الصليب اللي احنا فاكرينها، هو مات عني، ملك يقتل ابنه علشان العبد يصير حر. طب العبد مش فاهم يا ناس، يا ناس هكذا أحب الله العالم. أيوة بذل نفسه. أيوة إيه الفايدة وأنا مش فاهم إن الملك قدم ابنه؟ طب العبد اللي هرب ده مش طالب إن يفهم، يبقى إيه فين البنى اللي اتبنى يا ناس؟ فين الاستفادة؟ ملك كان عنده عبد خانه ولا سرقه ولا غدر بيه وهرب، فجاب ابنه وقتله. العبد ايه اللي استفاد؟ ايه العدا عليه؟ ايه اللي اتحقق؟ عدالة لمين؟ هو الهدف ايه بالظبط؟ ان العبد يتغير ويتعلم ويستفاد ويرجع ويبقى ابن زي ما هو قدم ابنه الملك يعني، ولا هو الهدف يتحقق العدالة لمين؟ هي المحكمة متوجهة لمين؟ ومين رئيس المحكمة؟ ومين أعضاه؟ هو الهدف إن العبد يتعلم. طيب يتعلم إزاي وهو بعيد والملك قتل ابنه؟ أيوة، طبعا لازم أفهم، لازم العبد، إذن الموضوع مشروط من العالم كله في الشر وفي الخطية مع كل التجسد للمسيح عمل. الموضوع إذن معتمد على الشخص 100%، متوقف ومعتمد على الشخص إن يروح لله يفهمه إيه اللي عمله، ايه اللي عمله معاه، ايه الهدف، والشر دخل ازاي، فازاي يرجع تاني عشان يحقق الهدف.
هيفهمه الله ان هو جه يعلمه بنفسه الطريق للي طلبه فهم. ومن يتتبع خطواته، وده ايات كتير مش اتنين ولا تلاتة ولا خمس، يوحنا 13 بيقول المسيح انا اعطيتكم مثال فكما صنعت انا. رسالة بطرس الرسول الاولى لما بيقول ان المسيح مات مماتا في عاش ممات في الجسد، ترك لنا مثالا لكي نتتبع خطواته. رسالة يوحنا الاولى كما سلك زاج ينبغي ان نسلك. كل حاجة في الرسل وفي الكتاب، حياة المسيح، الرسائل بتقول ان في طريق من ان انا عبد بقيت عضو بحيا وتحرك واوجد بإله تاني، وفي عضوية في كينونة تانية بإضطراب هو أكلي وحصل لي إدمان وحصل لي سحر وحصل لي لغي عقل وحصل لي إن أنا فقدت الذاكرة. دي أبسط حاجة، إحنا فقدنا الذاكرة، لست أعرف ما أنا أفعله. كلمة الله بتقول لنا إن الإنسان حتى اللي اتفتح ذهنه، فكم وكمل اللي لسه ما اتفتحش ذهنه، لست أعرف ما أنا أفعله. إحنا العالم كله تحت اللعنة دي، النتيجة إن الإنسان لا يعرف ماذا يفعل. إن كان القديس بولس اللي وبخ بطرس اللي وبخ الرسل بعد جهات سنين طويلة لسه في جزء لا يعرف ماذا يفعل. إن كان أقدس مبشر وتعب أكتر من الرسل، قال لست أعرف ما أنا أفعله بعد سنين طويلة، وروح الله سكن فيه وبينمو زي ما المسيح كان في جنين في بطن العذراء، والمسيح كان في بولس الرسول وكبر، بس عشان لسه ما تحررش التحرر الكامل ولسه ما حصلوش قيامة ألف بعد الشر، هيظل فترة لا يعرف ماذا يفعل. إذ لست أعرف ما أنا أفعله. ليه؟ لسه في سحر، لسه في لغي عقل، لسه في سبي. لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه. ليه؟ في ناموس تاني هو ده عايزه، في احنا اتنين جوا بعض يا ناس، في كينونة تانية، ده للناس اللي بدأوا يشتروا بالروح بيو اتنين، وهيتزاحم ويحصل صراع وحرب طويلة جدا. هاجل قداس في الأسبوع روح وتتغفر خطيتك محتاج، بس البناء فينه؟ اللي انت بنيته، اللي انت فهمته عشان تبنيه، اللي انت فهمته عشان طلبت من الله يجي يبني لك، مبنيين على اساس الرسل ويسوع المسيح نفسه حجر الذي فيه كل البناء. لا يستطيع احد ان ياتي الى الاب الا بيا. كلمه الله واضحه، وهدينا كلنا يا ابويا، وهدينا العالم كله، مش افعالنا لا، ده كلمه الله وحياه المسيح على الارض بعد ما عمل كل ده، وكل القديسين هو تاهوا. يعني عطانا مثال بنفسه، وفي ناس تانية بعد كده تاهوا، ناس بقى تفهم ما تفهمش وتاكل سمك ومش عارف تاكل بسبوسة. أنا رحت الأباء متوحدين في السبعينات، ده ما حكيتش على حاجة، في وادي النطرون اللي بيأكل بسبوسة ويقول لي إيه المشكلة وربنا ومش فين الموت، يعني فين أنت مفروض ما تبقاش أنت. مش واضحة، أنا مش واضحة، أنا مش من العالم، أنا مفروض ما أحبش العالم. أنا مفروض أبغض نفسي، أقمع جسدي واستعبده، أنا مفروض يعني أضيع نفسي، من أضاع نفسه، أنا مفروض أكون أنا مش أنا. مكرونة إيه وبطاطس إيه وربنا، يعني أي شيء ملهوش قيمة لو ما وصلش للإنسان الهدف. أي شيء، احضر كل يوم القداسات بس افهم إن ده بيلغي السلبيات، ده ليه علاقة بس بالجزء الجسدي. افهم أنا هو نور العالم، روح للنور وخليه هو أولا يحكم في حياتك ويوضح لك، هو المرآة، هو العقل، هو النور، هو الحكمة، هو كل شيء. هو هيفهمك ان انت مفروض ما تبقاش انت بطريق، الطريق ده كله موت ودفن ومستمر، مفيش حاجه اسمها تدفن وارجع تاني اكل. يا ناس ده انا ما ادنا لما رحت لبابا شنودة قلت له ازاي نرجع تاني ناكل وبعد كده نصوم وبعد كده ازاي اعبد جسدي وارجع ما اعبدهوش بعد كده اعبد جسدي، ما سمعناش في تاريخ الكنيسه القديسين. ما ردش علي، اتحسب يوم الدينونة العظيم، ما ردش علي. قلت له ما ينفعش، يعني كل حاجة اتجان، كل حاجة ضد الحياة المسيح نفسها، محتقر ومرزول. ازاي محتقر ومرزول واساقفة مرسيدس ومش كل حاجة ضد احنا من العالم كده، ده احنا بنحب العالم، ده احنا بنتغرس اكتر، ده احنا بنتثبت فيه اكتر، ده احنا بنتأثر فيه اكتر. بيقول لا تحب العالم ولا محبة العالم عدوها الله. فهو مش هينفع غير لما يجي انسان يكون صادق طلب من الله بنفسه ويقوده بنفسه ويفتح ذهنه ويختنه ويعيش الاناجيل حياة فقط عيشه كما يحق للانجيل،
ولم تتعلم المسيح يعيش الإنجيل بقيادة روح الله بالروح فيما هو في الطائفة فيما هو في كل حاجة مش فرق يعني ده مش هيغير في شيء ما يبقى يبقى زي ما يبقى يبقى في الراهب في الدير بس يطلب من الله النور أولا يكتشف هو زمان كان فعلا بينمو كان فعلا كان في بناء مركب كان فعلا بيحصل تغيير كان فعلا في بيموت هو بيتلاشى وبيبقى في الآخر بقي مسيح بعد 20-30-40-50 سنة دي بقى كل إنسان وأمانته وصدقه ويلحق الحاح على الله يفهمه المواضيع دي كلها. ربنا يا حبيبي يفتح الأذان بس في نقطة كم نقطة عايز أقولهم يعني فرصة أن حضرتك معايا أن في أباء أمنا فعلا في كل مجالات ما فيش حاجة اسمها زي يعني أنا بتضايق كنت لما بروح كنيسة إنجليزية زمان أيام الجامعة أصحاب كان بيبقى في مؤتمر قلت في الصيف أروح بتضايق كمان من كنيسة إنجليزية لما يقولوا يعني رهبنة فقلت لهم هو أنتوا عندكم كمان نفس الذات انك الباقي انت الصح وهو غلط مفيش حاجه غلط مش علشان العذراء عاشت في العالم ويوحنا المعمدان عاش في الصحراء البريه والمسيح شهد له يبقى هي غلط ومش معنى ان هي ممتلئه نعمه اذا طريقها الطريق حاجه والطريقه شيء تاني ففي ناس فعلا شفتها في طوائف بتتهكم على الارثوذكس وكده مش لانها ماشيه صح وعمالة تزعق وتقول إيه الجنان ده يعني كل طائفة فيها اللي في الروح وصادق وفيها اللي عبد لذاته الذات هي أخطر شيء ففي بعض الأباء في الكنيسة الأرثوذكسية قالوا عبارة صح اللي هي إن في ناس بتقعد بسبب كبريائها بتقعد تزعق في الكنيسة أو تشتم في الكنيسة أو تطلع ده صح بسبب كبريائها وذاتها وبتطلع عيوب بسبب الكبرياء وبسبب الذات وكل شايفين ان كل حاجة غلط وفي ناس تانية لا ربنا قادهم ففتح ذهنهم شاف فعلا ان الناس مش في الروح فالموضوع خطر واللي يفصل في الموضوع صدق الانسان يعني فعلا في ناس عندها غيرة وفي ناس بالدين ما هدي اللي أنا عايز بس أكيد حضرتك تتفق معايا في الحتة دي في ناس فعلا بالدين ناس كتير كانوا بيقولوا لي زمان إدانة إن ما عندكش غير نقد بقول لهم أيوة لحساب مين لحساب الله لأني غير على الله ولا حساب نفسي ففي ناس مش عارفة تفرق بين الاثنين وفي فعلا ناس بتنقد بسبب كبريائها الكنيسة ايه اللي لابسينه بتاع ايوة يعني انت بتنقد ليه عشان فعلا مش شايف ثمر وانت مش بتتغير ولا لانك شايف نفسك ان انت الصح والناس غلط انت بتنقد ليه عشان فعلا مش شايف ثمر وانت مش بتتغير ولا لانك شايف نفسك ان انت الصح والناس غلط انا كنت بنقض لان انا مش لاقي المسيح مش لاقي الروح مش لاقي الملكوت مش حاسس بحاجه مش حاسس بتغيير مش عايز انقض لاني انا اللي حاسس صح لا صح ليه لما انا مش فاهم ده الفرق انا ما كنتش فاهم فعلا انا كنت بسال عايز افهم لا في ناس بقى اللي لقيتها في كنائس تانية في طوائف تانية مش عارف ايه وكده هو غير الارثوذكسيه في كنائس انجيليه وانجليكانيه بينقضوا عشان شايفين ان هم الصح بينقضوا مش لان تعبانين مش لاقين المسيح وعايزين حد يساعدهم لا هم حاسين ان هم متساعدين من هم نفسهم منقضين هم نفسهم الروح فيهم والباقي غلط لا انا كنت زمان تعبان تعبي مش لاني انا شايف ان انا صح والناس غلط لا تعبي ان انا مش لاقي
حياة الروح، مش لاقي المسيح فعلا، مش اني شايف اللي قدامي غلط لاني انا صح، لا انا ما كنتش عارف اصلا. فانا كنت بسأل، هي دي اللي الناس مش فاهمها ومش عارفة تفرق بين الحالتين، وان فعلا في اباء عندهم حق يقولوا اللي عمالين ينقضوا الكنيسة دول بسبب الكبرياء، في منهم فعلا بسبب الكبرياء، وفي منهم اللي شايف نفسه صح. لا انا كنت بسأل لاني انا ما كنتش عارف الصح، خدت بالحضرتك؟ أنا كنت بسأل لأني أنا مش عارف الصح، مش حاسس في نفسي إن صح في بدين. دي اللي ما كانتش واصلة لبعض الرهبان وبعض الرعاة وبعض الخدام في الكنيسة الأرثوذكسية. قلت له في فرق حبيبي، وفاكر كويس جدا في أيام الجامعة النقطة دي كانت واصلة لي ومش واصلة للناس. بقول لهم أنا تعبان لأني مش لاقي أنا المسيح، مش لأني شايف إن أنا الصح زي في طوائف شايف إن هي صح وكل اللي أنتوا فيه غلط. لا أنا مش بعمل مقارنات، أنا تعبان ومش واصل لحاجة، فأنا متضايق مش لأني بدين، لأنا مش بدين ومش بنقض لأني أنا اللي صح وشايف نفسي صح وفي قرارة نفسي صح واللي دمي غلط. لا، لما أنا ما كنتش فاهم، أنا ما كنتش فاهم حاجة خالص، أنا ما كنتش فاهم وعايز حد يفهم، أنا كنت تعبان من أني ما فيش تغيير، مش لاقي المسيح. تعبي مش لأني حاسس أن أنا الصح وإيه الناس دي غلط، لا تعبي اني شايف الناس لابسه تيجان وملوك، مش لاني انا الصح، لا لاني لا انا واصل لشيء وعايز حد يساعدني، وشايف اللي قدامي لا مش عايش حياه المسيح. مش بقول له انه انت غلط لاني انا في قراره نفسي صح، لا. فالذات فعلا اخطر، يعني اخدع من كل شيء، الذات مخيفه، القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس فعلا وخطر جدا. وياما ناس اتكبرت كتير لأني شايفة في قرارة نفسها هي الصح والناس التانية غلط. لا، أنا التعب بتاعي عكس كده تماما، بعيد كل البعد عن الموضوع ده. أنا تعب إن أنا مش لاقي اللي أنا كنت بتمناه، مش لاقي التغيير والحياة الروحية، مش لاقي ومش فاهم هربوا ليه. مش لأني كنت عايش صح في قرارة نفسي وشايف الناس غلط، لا بالعكس، ده أنا مكنتش عارف، أنا عايز حد يساعدني. أما اللي بيتكبر وبيدين، لا ده شايف نفسه صح وشايف نفسه ماشي وشايف نفسه واصل وبيوعظ. وبلاقي ناس كتيرة كان في الكنائس التانية، الحاجات اللي كنت بتكسف أقولها السيفة بي بي بيقعدوا يقولوا إيه الكنيسة الأرثوذكسية إيه الكنيسة، وكأنه هو في قرارة نفسه صح وهو لا في محبة ولا قدر يحتمل ياما عشرات المواقف، حاجات بسيطة كأني أنا دست على الذات الإلهية مع أي خادم في كنيسة إنجلية. إزاي بتقول لي كده؟ وطب لما ألاقي وقت إيه ده؟ وحكاية الاحتمال ما فيش، حكاية المحبة ما فيش، طب التواضع دي بعيدة قوي قوي. ففي نقد في كل الطوائف، أنا مش بتكلم برضو عن طائفة معينة، في كل طائفة، في يهوذا وبطرس اللي هو بيتكلم كتير وبولس يزعق له، في كل طائفة في خراب أو كسر أو أشياء ضعيفة، في كل طائفة في كل حاجة. هي ملاش دعوة الطائفة أصلا، والبلد ملاش دعوة، ولا الدولة ولا الزمن. واحد ربنا خلقه في الأرجنتين من 2000 سنة أو من 1000 سنة، واحد ربنا خلقه في فرنسا من 700 سنة، ملاش علاقة الزمن، الطائفة، الشعب، ال كم واحد في الروح، كم، ما حدش اختار البيئة اللي اتولد فيها، ما حدش اختار. فما فيش حاجة اسمها الكنيسة الأرمنية هي الصح. ايه هو ايه هو الصح؟ الصح انك انت تبقى صادق في طلبك ويقودك بعد كده روح الله. بس حتى من ايام قبل الفراعنة، اخنوف كان قبل الفراعنة، قبل اي حاجة، الصح ان هو صار مع الله بس من اولها لاخرها، كان يريد وصادق وطلب فالله قاده، هو ده الصح. بس هي دي النقطة اللي يا ربي فعلا أكون وضحتها لحضرتك. أنا حبيبي يعني مش عارف أشكرك إزاي، واتشرفت جدا، ويعني في أي وقت أتمنى أسمع صوتك. لحساب مين؟ لحساب الله، لأني غير على الله ولا حساب نفسي؟ انت بتنقض ليه؟ عشان فعلا مش شايف ثمر، وانت مش بتتغير، ولا لانك شايف نفسك ان انت الصح والناس غلط؟ فكر
فكرة يخرجنا الروح للبرية اتلغت. انت رهنت الموضوع بإطاعة اليوحنا المعمدان. ده فين ده؟ طب وإيه حكمتك تجيب هارون وانت عارف انه هيعر الشعب؟ إيه حكمتك تجيب قايين وانت عارف هيقتل أخوه؟ وهارون هيعمل عمل إبليس، هيبقى الشعب كله معرّة، رجال وسيدات. طب إيه الحكمة يا رب؟ هو اختار يهوذا في العهد الجديد، أحط رجائي وفكري وعقلي واسجد ليهوذا ويصير هو اللي يقوله، أرتاح نفسياً على رأي مش عارف مين. لا ما تتكلموش عن الرعاة لحسن، فتثبتت في عقلنا إن ده الله ويجينا سخط ولعنة الفراعنة. لو إيه ده؟ قيصر ما تجرأش يقول للمسيح أنت كذا ولا كذا ولا فيك عفريت، لكن رؤساء الكهنة ارتفعت ذاتهم مثل سطنيل بالضبط وقالوا للمسيح بك شيطان كذا مرة. في الآخر من الثمر تعرف الشجرة. ليه الثمر اللي هو كل واحد يبقى مسيح تاني ما حصلش كل واحد مسيح تاني صورة كاملة النقاء والعفة؟ ليه؟ عدم الفهم خلينا يهوذا مكان المسيح، لكن عدم حكمتنا والعمى بتاعنا خلينا بابوات روما يتحكموا ويبيعونا السماء. امتى هندخل عهد جديد؟ امتى هنتولد ولادة حقيقية؟ وامتى هنجاهد كما سلك المسيح عشان نقوم؟ امتى هنقوم؟ وامتى بعد القيامة هنعيش الصعود زي إيليا واخنوخ؟ امتى والعمر خلاص قرب ينتهي؟